علاقات متينة ونموذج للوحدة والتلاحم بين الشعوب، وما يربطهم أكثر بكثير من مجرد علاقات أخوية. كان هذا لسان حال احتفال سفارة الإمارات العربية المتحدة باليوم الوطني 46. ما زلنا نستذكر مواقف السابقين وعلى رأسهم المغفور له صاحب العظمة الشيخ عيسى بن سلمان الخليفة، وصاحب العظمة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، اللي فعلا أرسوا دعائم العلاقة الحميمة بين البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة. احنا دائما نفرح بفرحهم، لأن هذا بالفعل نعتبره فرح للبحرين ولكل الخليج أعتقد وكل الأمة العربية. شرفنا أن نزف لدورة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة قيادة الحكومة والشعب الأسمايات التهاني بمناسبة ذكرى عيد الاستقلال. نحن في البحرين نقدر تماما النهضة الكبيرة التي نشهدها في دولة الإمارات العربية المتحدة، سواء على الجانب السياسي والاقتصادي والاجتماعي والعلمي. العرب العربي محتاج نحط كل قدراته مع بعض عشان نبني نفسنا ونواجه التحديات اللي بتواجه كل دولة فينا. وطبعا الموقف الإمارات من الإرهاب ومحاربة الإرهاب موقف جدير بكل احترام، وبتشاركها في مصر وبتأيدها بشكل كامل. العلاقات الثنائية دائما في تطور وازدهار في جميع المستويات، إن كان في مجال الاقتصادي الاجتماعي. بالتأكيد يعني اليوم العلاقات بين دول الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين، احنا ما نقدر ان هي علاقات بينهم بكثر ما هي علاقات أخوية، هي علاقات ترابط العادات والتقاليد والأسرة الواحدة.